combination of nose and nasal sinuses. زي ما احنا متعودين دايما يا جماعه في certain manipulations قبل اي clinical examination. صح؟ قبل ما اقول هعمل ايه واسوي ايه لازم اكون مجهز زي ما قلنا من شويه، لازم اكون مجهز كافه شيء. البيشنت موجود، فيه روتيتنج شير موجود، صح الكلام؟ وفيه السورس اوف لايت، وفيه المفروض كمان طرش منفصل كمان لوحده. هنتخيل مثلا زي ما هنشوف، هنتخيل ده طرش، المفروض في طرش منفصل، هنتخيل ده طرش دلوقتي، زائد ده مصدر للضوء اللي هنشتغل به، زائد البيشنت، والبيشنت الدكتور يكون جالس في السيل ليفلز بتاع الايه البيشنت، زي ما اتفقنا الدكتور والبيشنت الاثنين جالسين على روتيتنج ايه تشيك. احنا عايزين نعمل اكزامينشن لنوز ونيزل ساينسز. في حاجات اي بي سي دايما بنقولها ومش هنقعد نكرر فيها. المفروض انا داخل اول حاجه خالص اعرف نفسي البيشنت انا انت في اكزام، خلاص غير زي ما بكرر النقطه دي كتير، ما تبقاش في العياده الخاصه بتاعتك ودكتور وعيان جاي لك العياده عشان تكشف عليه وتقول له لو سمحت هكشف عليك. طب هو اصلا المجرد انه جالك يبقى انت كده اداك كل ايه الكونسنت الموافقه. لكن انت لو طالب في الكليه وكلينيكال سكيل انت بتبقى اول حاجه خالص انتروديوس يور سيلف تو ذا بيشنت، اي ام فلان الفلاني وانا ميديكال ستيودنت وهعمل لك اكزامينشن للجزء الفلاني. خلاص مطلوب منك ايه زي ما لسه قايلين البوزيشن بتاع البيشنت والجزء اللي معاه الاكسبوجر. انت تلاحظ ان انا دلوقتي فيس تو فيس دايما كلينيكال اكزامينشن يقول لك اي بي سي كلينيكال اكزامينشن انك تبقى اون ذا رايت سايد اوف ذا بيشنت. هنا انت فيس في الفورورد قدام على طول، لا يمين ولا شمال، قدام سيم ليفل، قاعد على روتيتنج تشير وقاعد على روتيتنج تشير وفي نفس المستوى تعمل اكسبوجر للايه فروم زي ها الرايت هنا لحد السوبرا ستيرنال ايه نوتش. خلاص طيب خدنا البرميشن منه وعايزين نعمل اكزامينشن. قواعد الاكزامينشن دايما ان انا عايز اعمل ايه؟ ها انسكشن ثم بالبيشن ثم بالبيشن ثم اوسكالتيشن لو احتجناهم. فاول حاجه خالص انا السورس اوف لايت بجهز الجزء ده زي ما اتفقنا كده وهايد الايه؟ السورس اوف لايت. خلاص يبقى ده الهدف، ده سورس اوف لايت عشان اقدر اعمل اكزامينشن له. وفي المفروض بعد كده كمان استخدم طرش خاص بذاته علشان زي ما هنشوف هستخدم ازاي. والادوات زي ما قلنا ادا النيزل اسكان. اول حاجه خالص عايز اعمل انسبكشن. انا عايز اعمل انسبكشن لحاجتين، خلي بالكوا يا جماعه الكاس كده، انا عايز اعمل اكزامينشن للنوز والبارا نيزل ساينسز. يبقى انا عايز اعمل كومنت على النوز وعلى البارا نيزل ساينسز. النوز واضحه قدامي، طب البارا نيزل ساينسز مكانها فين زي ما لسه قايلين؟ انا اهو في فرنتا، في ها اسمويدا، في ماكسيماري، وفي سينوي ده ما عندناش شعر انا مش واضح. خلاص دي، لكن دول سوبرفيشال قدامي اقدر اشوفهم. اول حاجه عايز اعمل اكزامينشن بالانسبكشن للنوز. دايما انا عايز اعمل انسبكشن فروم فرونت اند سايد، دي ميزه الايه روتيتنج تشير. طب فايدته ايه انسايد؟ هنشوف حاجه. لو انا عايز اعمل كومنت بالانسبكشن على الايه على النوز بالانسبكشن كده، اول حاجه هتقابلني ايه؟ السايد بتاع النوز، الشيب بتاع النوز، انا عارف النورمال شيب اوف ذا نوز. البوزيشن بتاعي في النوز، هل النوز برش في ناحيه وناحيه ثانيه لا، ولا في الميد لاين؟ وبالانسبكشن بردك الايه النيزل سنتر، بالانسبكشن بردك النيزل بول، بالانسبكشن بردك السكيل اللي فوق الايه النوز صح ولا لا؟ بالانسبكشن بردك اشوف الفيستيبيول اوف ذا نوز، بالانسبكشن بردك اشوف البول والبيس بتاعها هنا اخباره ايه؟ فاحنا لو جينا نفكر مع بعض كده، حد يقدر يديني كومنت كده على النوز؟ هل النوز دلوقتي اوف نورمال سايز؟ اوف نورمال شيب؟ السيمتوم في الميد لاين؟ هل التيب اوف ذا نوز اخبارها ايه؟ هل هنا ديبريست ولا اليفيتد؟ هل السكين فيها هايبر بيجمنتيشن؟ ايه رايكم يا جماعه مين يقول؟ لما اجي ابص كده واضح جدا ان انا عندي ايه الجزء ده ديبريست هايبر اكتر من فكره ان انا اعمل لها ايه جاست روتيشن بالشكل ده، لقيت ان دي سلايتلي ديبريست. حتى اقول عليها سكافويد، سكافويد عامله زي المعلقه كده في نوز، والجزء ده الليفيت شويه. طيب ايه رايكم؟ المفروض انه معدول في نفس الليفل بتاعه، ايه رايكم؟ هل في ديفيشن للنوز ناحيه او كده؟
طيب هل الليزر 6 من هذه السبب انا مش اهو ما اشتغلش في ايديا، هل الليزر 6 عندي في العينيا اهو في ديفيشن؟ لا. طيب هل في ماس او اي شيء واضح من النزل؟ هل في ديستشارج من النزل؟ ممكن يكون قاعد قدامك وانت بتعمل انسبكشن في بلاد نازل منه. هل في بليدنج ولا لا؟ طيب لو انا دلوقتي انا اهو لو لمست التيب اوف ذا نوز ورفعتها لفوق شويه اهو عشان مجرد شوف بعينيا كده لسه برضك ما اشتغلتش. ايه رايكم؟ في حاجه اسمها الليدلز اريا، حد يقول لي كده ايه هي الليدلز اريا؟ الليدلز اريا اريا فين؟ يعني هبص على هنا في السايد هنا وهنا ولا هنا؟ هلاقيها في الانتيريور بارت اوف ذا ايه؟ نيزل سيبتوم. هبص عليها اهو في الانتيريور بارت هنا الليدل اريا ده ايه؟ بتبقى ريتش ان بلاد سبلاي ودي الموست اريا اللي بيبقى فيها ايه؟ بليدنج. مش اوقات يا جماعه بيبقى فيه بليدنج بالنوز الحته اكتر حته فيها بلاد سبلاي اكتر حته عرضه ان يحصل فيها البليدنج اللي هي الجزء ده، فانا هشوف هل في ساينس انفلاميشن، هل سكين ايروز، السريشن، اي مشكله ولا لا؟ طيب كل ده بالانسبكشن. طيب بالانسبكشن ده عايز اشوف البارانيزال ساينسز. هبص على الارياز زي ما لسه قايل لكم من شويه، دايما علشان اعمل ديسكريبشن لاي شيء لازم اعرف حاجتين. الاناتومي بتاع الحاجه ديت بيبقى مكانها فين؟ ثم الوظيفه الفسيولوجي، اعرف اناتومي وفسيولوجي. فانا عارف ان البارانيزال ساينس في فرونتال اللي انا هشوفهم وعملهم كومنت عليهم، وفي ايه؟ فيمويتال وفي ايه؟ ماكسيلاري. يهمني وانا ببص دلوقتي بعينيا من غير ما اعمل اي شيء ابص على ايه؟ هل في ساينس اوف انفلاميشن او ساينس اوف انفلاميشن تبان ازاي؟ ان الاريا دي سوولن، يعني ممكن تلاقي في السيفير ساينوسايتس تلاقي السكين اوفر ذا ساينسز سوولن. خلاص؟ طيب هل في ساينس اوف يونيلاترال افكشن او بيلاترال افكشن؟ ممكن الاقي ايه؟ يا بس يونيلاترال ساينوسايتس مش البوست سايتس. خلاص يا جماعه؟ يبقى بمنتهى البساطه بالانسبكشن عملت كومنت بالانسبكشن على النوز سواء السايت السايز الشيل الفيستيبيول نزل سنتر سكين اوفر. خلاص؟ والبيس بتاعها والبول بتاع النوز واتكلمنا على البارا نزل ايه؟ ساينسز. هبدا امد ايديا واستخدم شيء اقول عليها ايه؟ بالبيشن. عايز اعمل بالبيشن هنشتغل ازاي وهنشوف ايه؟ اول حاجه عندي انت دلوقتي واحد لا قدر الله كار اكسيدنت ويجيبه ما شاء الله الفيس بتاعه ايه؟ سوالن، وانت عايز تطمن ان النوز بتاعته سليمه نوت ايه؟ بروكن. فبمنتهى البساطه بجيب الايه؟ فين الاندكس فينجر يا جماعه؟ ده الثامب وده الاندكس فينجر. بجيب التو اندكس فينجرز بتوع التو هاندز بالشكل ده كده وامشي على البول من بوست سايدز كده. هشوف برضك ممكن بوان صام امشي برضك على البون كده واشوف وهلاقي على البيشنت هل في ساين لتندرنس ولا مفيش ساين لتندرنس. طيب انا شفت دلوقتي الايه؟ ها؟ البون هل في ها؟ اي فراكشر في الليزر بون ولا لا؟ طيب بايديا برضك هعمل ايه؟ انا عايز اعمل حاجه ثانيه اشوف هل في مشاكل في النوز نفسها بقى ولا بعمل الكومنت ولا لا؟ فانا اول حاجه عايز اعرف وظيفتين غايه في الاهميه. الوظيفه الاولانيه هل في نيزل اوبستراكشن اللي هو النوستريت دي نوستريت ودي نوستريت؟ ممكن يكون في يونيلاترال اوبستراكشن، في ناس مثلا طلع هنا او ورم واسد لي مثلا وتلاقيه بيتنفس بيما واحده بس، او ممكن النيزل سيبتا ونموذج ديتد وان سايد فيخليك في ديفيكالتي بريسنج من وان نو نوستريل لكن الثانيه شغاله كويس. فهنعمل ايه؟ بستخدم ايه؟ ميتاليك موت وودر حاجه معدنيه ستانلس اللي هو حاجه اللي هو الطنج ديبرسور اللي هو ستانلس اقولد، وبعدين اخليها اقفل يلمى كده بالشكل ده وعمال اقول له اعمل اكس ايه كده يعمل اكس فايريشن. منين؟ من الاورا ولا من النوز؟ ما فيش زي الشاطر كده اقول له اعمل اكس دايريشن ويعمل هل من النوز من الاورا كافيتي، لا لازم يقفل الماوس ويعمل اكس دايريشن من النوز. اكس دايريشن على سطح كولد وميتاليك هيطلع ووتر فيبر بخار ميه هيعمل لك على اريا كده. هقوم جاي من ناحيه بجزء بعيد
في الازر ماستر كده ويعمل اكسهاليشن للازر ايه نص بالشكل ده، الازر ماستر بالشكل ده، واقارن الدايره دي الكلافت هنا، العتمه هنا والعتمه هنا، واشوف هل الاثنين زي بعض ولا مفيش اوبستراكشن، ولا في يما مفيش خالص ويما في كلاودنس، في بخار ميه مترسب. يبقى ده انديكيشن ان في اوبستراكشن ولا لا، والاوبستراكشن هل هو بايلاترال ولا بايلاترال. طب كلام كويس. نقطه صغيره قوي مش مطلوبه الفول ديتيل، لان ده هتاخدوها الفول ديتيل ان شاء الله في سنه ثالثه في الايه اكزامينشن وفي سمال. لكن كلمه صغيره جدا من ضمن وظائف النوز دايما يا جماعه ان انا بشم ده، فبالتالي انا عايز اعمل اكزامينشن للسمال كلمتين وبس، لانها هتاخدوها الفول ديتيل في الكرينيال نيرف اكزامينشن سنه ثالثه ان شاء الله. انا عايز اعمل اكزامينشن عندك تو نوستريل، يبقى انا عايز اعمل اكزامينشن اتش 1 سيبريتلي. زائد في ملحوظه ضايف الاهميه، الريسبتور بتاع الاولفاكشن موجود فين؟ فين؟ في وان سايد هنا في النسس سبيشاليز ميوكوزا، موجوده في الروف هنا في الابر بارت اوف ايه؟ نسس ستة. فانا هعمل ايه؟ هقوم عامل كلوجر وان سايد لوان نوستريل كده، واستخدم ماده فانيليا لازم تكون ريحه معروفه، صح ولا ايه؟ يعني ما عملش اكزامينشن بريحه مش معروفه خالص ولا معروفه اصلا، يبقى البيشنت بيحاول يفرق وشاله بس مش قادر يعبر لانه مش عارفها. لازم تبقى فانيليا. والنقطه الاهم للغايه في الاهميه زي الفاكر جدا، انها تكون نون اريتانت، ما تكونش ماده مهيجه. لو تفتكروا في المحاضره كنا بنقول ايه؟ ان لو اريتانت هتعمل ايه؟ سنيفنج. ركزوا يا جماعه. دلوقتي ايه اللي لو في اريتانت هنا، لو لقيت ماده اريتانت هتعمل لك ايه؟ سنيزي. بتاعتك عملت ستيميوليشن لحاجه اسمها اريتانت ريسبتورز، صح الكلام؟ غير الاولفاكتوري ريسبتور، الفاكتوري ريسبتور دي بتشوف السميل بس خلاص، لكن الاريتانت ريسبتور عمل سيميوليشن الاريتانت سابس هتعمل سيميوليشن الاريتانت ريسبتور هتخليه يعطس، يبقى انت كده ما عملتش اكزامينشن للسميل. يبقى اما اعمل اكزامينشن للسميل اقفل وان نوستري، استخدم ماده فاميليار نون ديريتنت. خلصت دي والبيشنت عرف، طبعا لازم البيشنت يكون وذ كلوز ذا اي، ما اجيش زي الشاطر كده اجيب له الماده قدامه اعمل له اكزامينشن وهو عايز يبان انه بيشم كويس يقول لك قطعيه فما شافها بعينيه، صح ولا ايه؟ طيب خلصنا الناحيه دي، اقوم رايح على الناحيه الثانيه واعمل اكزامينشن بنفس الطريقه زي ما قلنا للفاكشن. الحاجه اللي بعد كده عايز اعمل اكزامينشن باستخدام حاجه اسمها الايه؟ انتيريور رينوسكوبي اللي هو ده اسمه ليزر ايه؟ سبيكيولار. خلاص؟ ده اسيبه بالايد اليمين ولا الشمال؟ شمال. طب ايه رايكم؟ هقوم فاتح كده وادخل على النص بالشكل ده ولا اعمل ايه؟ يبقى اوس كلوز، يبقى الاول خالص كلوز ده، وهندخل زي بص يا جماعه لازم زي ما اتفقنا هو ايه نزل لوحده كده هنعدله برضه يبقى في السيم ليزر بالشكل ده كده. هقربه كده مش مشكله خلاص اهو. وبعدين زي ما اتفقنا كده اهو مرتاح خالص اهو ماشي يا جماعه. هقوم عدول كده السيم ليفل واقوم شايفين يا جماعه ماسكه باليد الشمال بالشكل ده كده، واقوم جاي ما اقومش بص يا جماعه ما اقومش ادخل ده كده واعمل لا لا مش عيب مش حاجه يا مجرد قصه بسيطه. بصوا يا جماعه اهي على الفيستيبيول ما دخلهاش قوي عشان ما يقفلش الايه الريسبتور اللي هي بتاعت الاولفاكشن. يبقى اهي واقوم شد الفرصه هنا صغيره واقوم فاتحه بالشكل ده كده اهي، وابدا اعمل انسبكشن بالشكل ده. لو جيت ابص كده كل بص هنا كده يا جماعه، لو جينا اشوفها كده دلوقتي اقدر ابص على الايه؟ على الروف واضح جدا اهو، واقدر اشوف الفلور اللي هو الجزء اللي تحت ده، واشوف اللاترال وورمنج جوه بالشكل ده. خلاص تاني السبيكولا اهو مقفول اهو بالايد الشمال، اقرب بالشكل ده كده اهو، واقوم شد فوق واقوم فاتح بالشكل ده. خلاص بقاش اقدر اشوف الروف واقدر اشوف الفلور واللاترال ايه؟ وول. وعملت كومنت هل في اي انسريشن؟ هل في بولتس؟ هل في ماس؟ هل في فويد باضي؟ هل 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 هل؟ عملت الكومنت بتاعي. عايز اخرج اقوم قافله تاني بالشكل ده كده واخرج كده. خلاص؟ في اي مشكله كده؟ الناحيه الثانيه عندك وان نوستريل يبقى تعمل اكزامينشن على الازر نوستريل، طبعا عندك تو نوستريل يبقى على الازر نوستريل اولسو بنفس الطريقه بايد الشمال، وبعد كده اقوم برضك بالشكل ده كده شدها فوق وفتح حسين النظر اهي بالشكل ده كده، اقدر ابص واعمل كومنت على الايه؟ الروف، الفلور، اللاترال وول، وابص هل في اي مشكله عندك؟ هل في اي بوليس؟ هل في انسريشن؟ هل في ماس؟ هل في فورين بادي؟ هل 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 هل؟ خلصت، نقوم قافلينه تاني كده ونطلع بمنتهى السهوله بالشكل ده.
خلاص؟ زي ما اتفقنا سموث بالشكل ده وتشد لفوق بالشكل ده كده. في اي مشكله يا جماعه؟ عملنا اكزامينشن للبوث سايدز كده. اخر حاجه عندنا عايز اعمل بالبيشن او اكزامينشن بقى للبرا نيزا سايدز بالبيشن وترانس الومينيشن. خلاص احنا عارفين مكان البرا نيزا سايدز. في عندك فرونتال، في عندك اسمويتال، في عندك ماكسيلاري. دكتور السفير نعم. السفينويد وين موجود بالضبط؟ بوستيريور الانر ديب. خلاص؟ هي اير كافيتيز في البول. هي كانت موجوده في الصوره كانت واضحه بس هي دي ما تعرفش تعمل لها اكزامينشن زي الايه زي اللي واضحين قدامك دول سوبرفيشال دول. اول حاجه هعمل بالبيشن. بالبيشن هعمل اكزامينشن في عندي فرونتال ساينس خلاص؟ وعندي اسمويدر وعندي ماكسيلاري. الفرونتال ممكن اعملها بطريقتين اللي هي لو انا هعمل بالبيشن ممكن على بصوا يا جماعه على الحته البون هنا كده واعمل ايه؟ بالبيشن كومبريشن بالشكل ده وابص على عين البيشن في تندر نست او غيره واروح على الناحيه الثانيه دي كده وممكن اقل الاثنين في نفس الوقت بالشكل ده كده. الطريقه الثانيه ان شايفين يا جماعه الاي براو تحتها بالشكل ده كده اعمل كومبريشن بوس سايد كده ديت برضه اكزامينشن للفرونتال سايد. الاسمويدر موجوده هنا كده يبقى انا اعمل برضه كومبريشن بالشكل ده كده في الاريا اللي ما بين يقول عليها دي ميديال كانفاس اند الوول بتاع النص بالشكل ده كده هنا كده. وابص هل في ساين اوف تندرنس ولا لا. الماكسيلاري بالشكل ده ممكن اعمل لها اكزامينشن واحده واحده بالشكل ده كده او اعمل سيمتلتينسلي بالشكل ده كده. خلاص؟ اعملها واحده واحده الاول كده اهي وبعدين اقارنهم ببعض واشوف ساين اوف تندرنس. طيب اتفقنا ان البارانيزال ساينسز دي ايه الكافيتيز موجوده في البوم. منطقيا هاو ان انا اعمل ترانس الومينيشن لو انا قلت ده كشاف بالشكل ده كده وفي فراغ عندي جيت اعمل بضاعه هنا هيعدي الضوء ولا ما يعديش؟ يعدي لان في هواء. لكن تخيلوا ان انا قفلت ايدي جامد كده وجيت عملت الومينيشن مش هتعدي ضوء. فنفس الفكره هعمل اكزامينشن للفرونتال ساينس هشوف بالترانس الومينيشن يبقى القطه لازم تكون مضلمه خالص خلاص وهعيد التوش واجي هنا هو اعمل ايه؟ اقوم جاي عايز اعمل اكزامينشن للفرونتال اقوم جاي بالتوش هنا بالشكل ده كده هلاقي الجزء ده بان فيه ايه؟ لايت هنا كده ليه؟ لان فيه ايه؟ اير. لو بفرض ان فيه ساينوسايتس وفيه فلويد اكيوميليتد او باست او يمكن الاقي ايه؟ وبين. اعمل اكزامينشن للماكسيلاري ساينس اخليه يفتح الاورال كافيتي واحط التوش فين؟ الاورال كافيتي بالشكل ده هتلاقي الجزء ده الومينيتد. واللي عملته هنا هعمله الناحيه الثانيه بالشكل ده كده. تو سمرايز هاو تو اكزامين نوز اند بارانيزال ساينسز ممكن نقسمها تو جروبس النوز لوحدها والبارانيزال ساينس لوحدها. النوز لوحدها هعمل انسبكشن بالبيشن ورينوسكوبي من ضمن البالبيشن. البارانيزال ساينسز هعمل انسبكشن وبالبيشن وترانس الومينيتد. افتكروها كده في حاجه مميزه في كل واحده فيهم. النوز الحاجه المميزه لها اللي هي الايه؟ الراينوسكوبي انتيريور راينوسكوبي بستخدم النيزل سبيكولم. الحاجه المميزه في البارانيزال سايت بستخدم التورش اللي ترانس الومينيشن. الانسبكشن الثاني عملت ايه؟ عملت كومنت من غير ما البس على سواء السكين سواء الشيب زانوس سايت زانوس سايت زانوس النيزل بون ديفيشن سيبتر البيزو زانوس هل هي ها؟ هل هي سكافويد ولا حمب مرتفع كده واشوفها من الايه؟ الف كده واشوف برضه من السايد اشوف انتيريور واشوف سايد فيو بالشكل ده كده لان في بعض الديسوردر ما تبانش الا من السايد بالشكل ده كده. بعد كده كنت عامل ايه برضه؟ عملت رفعت الجزء ده عشان ابص على الفيستيبيول برضه بالانسبكشن واشوف هل في اي ارزريشن هل في ماس هل في بولت هل في بليدنج بوينتس هل 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 هل. بعد كده ابدا استخدم ايديا بشوف البون هل في اي فراكشر في البون ولا لا؟ هل في ايديمتا سكين عليها ولا لا؟ ثم بدات استخدم ايه؟ الحاجتين المميزين جدا اللي انا عايز اشوف هل في اوبستراكشن وان سايد استخدمت ايه؟ اللي هو الكولد ميتاتي تانج ديفيسور. والحاجه الثانيه الاسميل وعرفنا بعد الاكزامينشن الاسميل وكل واحده ازاي؟ والحاجه المميزه اللي بستخدم بالايد الشمال زي ما ورينا اللي هي الايه؟ بالنيزل سبيكولم واستخدمه اون بوث سايد زي ما شفنا وعمل كومنت ازاي. ثم اخر حاجه عندي البارا نيزل سايد شفت بالانسبكشن كل واحده مكانها ايه والسكيل اوفر عدد اخبارها في اس وولن هل هل هل. ثم بالبالبيشن عملت بالبيشن شفت ساين اوف تندرنس على انهي واحده فيهم. ثم اخيرا
شفت الايه ترانس الومينيشن للفرونتال والمين ديت الماكسيلاري سايتس. الامور واضحه يا جماعه؟